أو رعشة في اليدين أو الخدين أو العين
لان التغيرات دي بتصاحب التوقفات الكلاميه. فهنا في التوقفات الكلاميه بيحس الفرد ان هو النفس وقف هنا في الاحبال الصوتيه، فخلاص ما فيش نفس طالع، فبيبتدي بيقبض على القفص الصدري وبيبتدي يضغط، فهنا بيبتدي الطفل عايز يطلع الكلمه ومش قادر، فبتشد عضلات البطن، فهنا بيبتدي عايز يطلع الكلمه فبيبتدي يشد على ايده او يضغط على رجله عايز يطلع الكلمه مش قادر. طيب الايسر سيطر على الجزء الايمن فهنا الطفل هيكتب بايده اليمين، ولو الجزء الايسر سيطر على الجزء الايمن كده هيكتب بايده اليمين، لو الجزء الايمن سيطر على الجزء الايسر هنا الطفل هيكتب بايده الشمال. فلو ضغطت على الطفل اللي بيكتب بايده الشمال ان هو يكتب بايده اليمين فهنا هتحصل عنده صراعات داخليه وهيحصل عنده تنميه للجزء الايمن، فهيبتدي ياخد شكل من اشكال التلعثم بشكل من اشكال التلعثم. طيب النظرية الثانية هي النظرية الجينية. أصحاب النظرية دي قالوا إن السبب وراء التلعثم وراثي، أي إن الوراثة لها دور في التلعثم، فلو الأب والأم أو أحد الأقارب بيكون عنده تهدئة فهنا بتنتقل للطفل فبيتولد بيها، فهنا بيبتدي يتهته، فهنا بس هنا غير معروف السبب أو غير معروف الجين الوراثي المسؤول عن التهدئة. دي من الاسباب العضويه. بعدين الاسباب النفسيه. الاسباب النفسيه في منها اول حاجه النظريه السلوكيه. النظريه السلوكيه قالت ان التلعثم ده هو سلوك متعلم، اي ان الطفل ممكن يكون بيجلد حد شافه او ممكن يكون بيجلد حد شافه او ممكن يكون ناتج عن التعزيز اللي بنشوفه، فكل ما عزز الطفل واضحك له لما يتهته فهنا هيزيد عنده الموضوع ده. بعد كده نظرية التحليل النفسي. نظرية التحليل النفسي قالت إن السبب وراء التلعثم هو صراعات داخلية لا شعورية، أي إن الطفل عنده جلد نفسي فبيبتدي ياخد شكل التلعثم كهروب من الصراعات الداخلية اللي عنده. هنا لأن في علاقة وثيقة بين القلق والتلعثم، فإن القلق ممكن يكون نتيجة للتلعثم أكتر من إن هو ممكن يكون سبب ليه. بعد كده في نظرية جونسون. نظرية جونسون قالت إن السبب وراء التلعثم هو العقاب واللوم، فكل ما اضغط على الطفل وهدده وعاقبه هنا بيظهر عنده التلعثم. طيب دي الأسباب. في سؤال مهم جدا هو إزاي الأسرة تساعد ابنها في المراحل الأولى من التلعثم؟ هقول لك رقم واحد، ما تضغطش على الطفل، ما تعاقبهوش، ما تسألهوش كتير، ما تصحلهوش كتير. بعد كده البعد عن العقاب تماما، وعدم واهم حاجه عدم المقارنه باخواته. بعدين التاكيد على الحب والاهتمام، كمان التشجيع المستمر، وكمان اركز على المهارات اللي هو شاطر فيها واحاول انميها عشان يطلع من التلعثم، عشان يبدا يشغل وقته بحاجات تانية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.